السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم ايجو ده بيجو فات في مدرك في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده ومعانا شويه اخبار يا جماعه زي الفل. فبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، صوره البطل ريجن جرايمز كان منزلها على الانستجرام في تمرينه كان خاطفها مع البطل فيل هيث. بصوا يا جماعه معايا واتفرجوا، يعني كان في ناس بتقول ان فيل هيث حجمه العضلي مبقاش قد كده وان فيل هيث خلاص راحت عليه، على الرغم ان فيل هيث كان طلع في كذا بودكاست وكان بيقول ان هو لسه ما اعتزلش وان هو مش هينام كده ولا يهدى له بال الا لما ياخد التامنه التروفي التامنه بتاع مستر اولمبيا. كان في اقاويل بتقول ان هو احتمال يخش الارنولد كلاسيك بالهيئه اللي انا شايفها قدامي دي يا جماعه. الارنولد كلاسيك ناقص عليها تقريبا 7 اسابيع. بص كده انا هحاول اعمل زوم ان بس على دراعه، والله اكبر يا جماعه، يعني من اكبر الدراعات هو في المجال كله بتاع البادي بيلدينج، هو ورولي وينكلر طبعا معروف بالترايسبس بتاعته. فريجن جرايمز ينزل هنا ان ايه، كاتب على فيل هيث ان انت لوكينج هيوج، شكلك كبير قوي، شكلك عايز تاخد ال $300,000 بتوع التروفي بتوع ارنولد كلاسيك، بس ما اعتقدش ان يوم ما هيخش ارنولد كلاسيك، مش عارف يعني، انا حاسس ان هو ممكن مثلا. وفي ناس بتقول لك لا بلاش تخش على مستر اولمبيا على طول عشان ممكن تهين نفسك، ممكن مش عارف ايه، عشان الشباب الصغير دلوقتي بقى عامل فيزيكس جامده جدا، فانت كده اعتزل افضل ليك واحسن ليك. بس انا ما اعتقدش ان المينتاليتي او المايند سيت بتاعت البطل بتاعنا يا جماعه ان هو يعتزل الا لما ياخد التروفي التامنه. بصراحه دراعه كبير قوي، وانا شايف ان هو لو يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله، انا شايف ان هو لو حضر بدا التحضيره بتاعت ارنولد كلاسيك، لان المره الوحيده اللي دخل فيها سنه 2010 هو وكاي جرين، وكاي جرين خد منه البطوله دي، فهو ما خدهاش ولا مره على فكره الارنولد كلاسيك. صوره جديده بقى للبطل نيك ووكر يا جماعه نزلها، قال فيها ان هو هيدخل الارنولد كلاسيك. طبعا في اللاين اب لو كنت شفت الفيديو اللي فات كان معانا 8 لعيبه، نيك ووكر ما كانش منهم، بس البطل فاجئنا تقريبا بالصوره ديت من قد ايه، من 3 ساعات نزل الصوره ديت في السايد ترايسيب، وطبعا زي ما انتم شايفين التنشيف بتاعه جامد جدا. وعلى فكره وكان خد مستر اولمبيا، كان خد ارنولد كلاسيك قبل كده، فاعتقد ان هو عنده بيتر شوت ان هو ياخد اللقب من شون كلاريدا. شون كلاريدا بطل وزن 212 في المستر اولمبيا، هيخش في الوزن المفتوح في الارنولد كلاسيك، فانا اعتقد ان ممكن نيك ووكر ياخدها. شايفين نفس السايد ده بقى مين اللي نزله؟ حبيب الملايين ديريك لانسفورد. ديريك لانسفورد لحد يومنا هذا عمالين يقولوا له هتخش الارنولد كلاسيك ولا لا، كل شويه يقول لك انا هدخل الارنولد كلاسيك، بس هاني رامبوت بيقول لي لا، على الرغم ان هاني رامبوت قال له عايز تخش الارنولد كلاسيك ادخلها. الصوره دي يا جماعه من يومين اتنين بالهيئه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، الراجل عنده عروق في بنشاته، الله اكبر، يعني اعمل زوم كده، بص 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 الاستريشن بتاعت الجلوتس، الله اكبر، يعني لو دخل وش هيعلم على كل الثلاثه اللي احنا قلناهم او الاثنين اللي احنا قلناهم. اكتبوا لي رايكم في الكومنتس يا جماعه، تفتكروا هيخشها ولا لا؟ عشان انا حاسس ان هو وايلد كارد كده، ممكن في اخر لحظه يقول لك بقول لك انا هخشها. اخر واحد بقى ده اللي اتصدمت فعلا ان هو هيخش الارنولد كلاسيك معانا يا جماعه، اندرو جاكت خد مركز تاسع اي ثينك في الاولمبيا، وكان قال طلع في تصريح ان هو ما كانش اصلا هيخش مستر اولمبيا علشان جاله برد، والموضوع كان بالنسبه له صعب جدا، كان بيرجع على طول وكان الموضوع يعني صعب جدا، فده اللي ادى بيه ان هو ياخد مركز تاسع، وان دي كانت من اسوء الكونديشنز اللي طلع بيها على المسرح. فبيقول يعني ان هو عايز يخش الارنولد كلاسيك، وان هو منزل بوست ده تقريبا من كام ساعه برضه هو كمان عن التروفيز او عن الحاجات اللي هو كان واخدها كجوائز يعني في كمال الاجسام، وبيقول لك ان احنا لما ربنا يقول لك ان ده الوقت، ان الوقت قد حان، يعني لازم تسعى وتمشي في الطريق ده. فاي ثينك ان هو يا جماعه برضه هيخش وهيعمل حاجه، وهنا برضه البطل بيحضر الشنطه بتاعته ومسافر. انا في رايي الشخصي ان شهر الثلاثه اللي جاي ان شاء الله هنعمل كفرج جامده جدا لمستر اولمبيا. مستر اولمبيا برضه كل شويه اقول مستر اولمبيا، بحب قوي مستر اولمبيا، ليه الارنولد كلاسيك. فلو لسه مش متابع الدنيا قوي ان شاء الله باذن الله هيبقى في كفرج ان شاء الله باذنك يا رب، لو ما حصلش حاجه يعني، عشان انا قلت كده في الاولمبيا وحصل لي حوار وما عرفتش اعمل لها كفرج. فباذنك يا رب على الانستجرام، اكونت الانستجرام هحاول اطلع لكم لايف باذن الله، بحيث الناس اللي ما عندهاش اكسس يعني يبقى كل حاجه متاحه ليها وتشوف الموضوع لايف. انا عارف ان التوقيتات بتبقى مش احسن حاجه، اكمن التوقيتات بره بتبقى بتبتدوا تقريبا الساعه 8 بالليل، بتبقى عندنا هنا تقريبا الفجر، فالظروف يعني ما بتبقاش احسن حاجه، بس ان كيس يعني هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام كده كده في صندوق الوصف او في الديسكربشن بوكس،
لو عايز تروح تعمل فولو روح اعمل فولو. حاجه اخيره بقى حابب اتكلم عليها، يا ريت يا جماعه تدعموني عشان انا بجد يا جماعه والله حاسس باحباط شديد جدا. الريتش مش احسن حاجه، التيك توك ما بقاش فيه ريتش اصلا خلاص بسبب طبعا الاعلانات المموله، اليوتيوب نفس الكلام. فلو انت وصلت لحد هنا ده معناه ان انت يعني بتحب الكونتنت بتاعي، فما تبخلش عليا باللايك والكومنت، شير الفيديو مع اصحابك، يعني ظبطني كده، ظبطني عشان احس ان انا بعمل حاجه واحس ان انا بجد عايز اكمل. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.